ماركو، مارين يحاول المرور لكن من امامه ماركو بقى شوين يخطفها ماركو، يتقدم الى الماني يلعبها الى كريم يصوبها كريم، ما زالت ريدويه. الله زين العيسى يلعبها الى الهزازي في الوسط عند منصور، تنقل الكره عند حمد الجيزاني يرسل عرضيه الجيزاني راسيه انسالبو. الله الثاني وصوب انسلمو. محمد اسهلي الى كريم لكن يصل اليها عبد الله حافظ يرسلها طويل، هرناني البرتغالي المهاري من امام احمد من امام منصور يصوب. خوانكا مع الكره، خوانكا الى بانيجا، بانيجا عنده في كره في الجهه اليسار وثم المحاوله عرضيه. الله ملعوبة من كويفا. الله الله واصلة في الجهة اليسار لعلي الزقعان، الزقعان ياخذ الكرة، الزقعان يحاول فيها وقت البدل الضايع، علي الزقعان يلعبها إلى كويفا، كويفا كنترول على الكرة من كويفا والكرة عرضية لمنطقة الجزاء. جول مصلحة النادي أن للباطن ملعوبة رأسية، جول عند ساري، ساري مشيها للامام اصطدت وعادت هو بالخطا، جول بالخطا، جول 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 جول، استغلال والاجمل في اللقطه. الشمري يمشي الكره الامام، شوف المساحه الخاليه، المساحه الخاليه الموجوده في دفاعات ابها، هنا المرور، هنا الخطوره، هنا الجول، جول أرسل الكرة والانطلاقة تعود إلى محمد فؤاد، يحاول فيها يفضل عودة الكرة إلى الخلف، يمشي الكرة إلى برادريج، برادريج يصوب. الكرة العيناوية الثقة الكبيرة للفريق العيناوي في هذه الأثناء، لكن شوف الخطأ من الخيبري، يتقدم عمر يلعب كرة غريبة.